وللمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور عنبر أرحب بك، وفي البداية كيف ترى الرسائل التي تحملها حزمة التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال والتي تم الإعلان عنها اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية؟ يعني سلسلة من التسهيلات الضريبية حقيقة الأمر يعني أفاد بها السيد وزير المالية في حضور دولة رئيس الوزراء، يعني في تخيلي أنها يعني لها تأثيرات في جانبين. الجانب الأول فيما يتعلق بزيادة الثقة لدى المستثمر، ليس فقط في هذه القرارات وإنما كمان في إنشاء ما يطلق عليه التقدير المسبق أو التقدير المستقبلي للضرائب، وده واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تحفز أي مستثمر أجنبي أن يستثمر أمواله داخل الدولة المصرية، واستمرار لفكرة خلق مناخ جاذب للاستثمار. الأمر الثاني هو فكرة زيادة الثقة ما بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال بشكل كامل داخل الدولة، يمكن تحسين العلاقة ما بين المستثمر ومصلحة الضرائب سواء من خلال خلق نظام مبسط في بالنسبة للمستثمر الكبير أو حتى بعض القرارات التي لها علاقة بالاستثمارات المتوسطة والصغيرة، يعني وجود نظام مبسط لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون. أيضا فكرة التحرك الفوري وعملية التنميط ما بين المأموريات المختلفة للضرائب حتى يكون هناك عملية موحدة لفكرة التعامل ولا تترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية. أيضا التحسن الملموس، هذه القرارات لها علاقة بوجود تحسن ملموس يستطيع أن يستشعر به مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات الضريبية. سواء أيضا على الجانب الآخر الخاص بالوضع المؤسسي والذي يساعد على فكرة عملية تعزيز عملية اليقين من خلال التأكيد على فكرة الشراكة ما بين المصلحة ومجتمع الأعمال. يمكن السيد وزير المالية أكد أكثر من مرة على أن العلاقة سوف تكون ما بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب هي علاقة وين وين، أو أن الكل يكون كاسب في هذه الأمور، لأن زيادة المكاسب لمجتمع الأعمال في النهاية حتصب في مصلحة الدولة. أيضا من يعني التداعيات الخاصة بهذه الحزمة من التيسيرات الضريبية هي فكرة ضم القطاعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي بالشكل اللي ليه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري. يمكن كل هذه القرارات واحدة من أهم الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى خلق مناخ يشجع من عملية الاستثمار سواء على المستوى المحلي أو حتى خلق مناخ جاذب للاستثمار للاستثمار القادم من الخارج بالشكل اللي بيؤثر تأثيرات على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء كان فيما يتعلق بمعدلات البطالة، سواء فيما يتعلق بمعالجة أو التعامل مع مشكلة الدين العام، أو حتى في الحديث عن أزمة التضخم. نعم دكتور عنبر، يعني إذا سمحت لي، هو الحديث في مسألة الضرائب أو ملف الضرائب بشكل عام هو حديث حذر ومعقد، ونحن بدورنا نحاول تبسيط هذه الأمور. ولذلك ما هو دور هذه الحزمة، حزمة التسهيلات، في توسيع القاعدة الضريبية بمفهوم مبسط؟ يعني خليني بس أشير إلى نقطة محورية في هذا الإطار، إنه الضرائب كآلية اقتصادية ليس الغرض الأساسي بها هو فقط تحصيل حصيلة ضريبية أو جمع الأموال. الضرائب في النهاية هي أداة اقتصادية أو أحد أهم أدوات السياسة المالية التي يمكن أن تستخدم لعلاج مشكلة اقتصادية معينة، سواء كنا بنتعامل مع مشكلة لها علاقة بالتضخم أو مشكلة لها علاقة بتحريك أو تحفيز الطلب العام. يمكن هذه الإجراءات الخاصة بتؤدي أو بتستهدف في النهاية إلى خلق سياسة مالية توسعية الغرض الأساسي منها هو تحفيز عملية الطلب، الغرض الأساسي منها هو زيادة الاستثمار، وزيادة الاستثمار بتعني زيادة الإنتاج سواء كان إنتاجا محليا أو إنتاج
أو زيادة التصدير إلى الخارج بتؤدي إلى زيادة في العمالة وبالتالي التعامل مع مشكلة البطالة. الجزئية الخاصة بتوسيع القاعدة الضريبية هو ما استندت عليه هذه القرارات خلال هذه الفترة، لأنه زيادة الحصيلة الضريبية تأتي من أمرين، إما أن أنا برفع سعر الضريبة نفسه النسبة الضريبة نفسها، أو أن أنا بأوسع القاعدة الضريبية نفسها. وتوسيع القاعدة الضريبية نفسها هي محاولة ضم بعض الأعمال غير الداخلة أو غير المسجلة في سجلات أو ليست لديها سجلات ضريبية وضمها في الإطار المؤسسي اللي هو بنسميه الضم القطاع غير الرسمي داخل القطاع الرسمي بمجموعة من الرسائل المطمئنة لأصحاب هذه الأعمال اللي بتحفزهم وتطمئنهم إن مصلحة الضرائب ليس الغرض الأساسي منها هو عملية الجباية، ولكن الغرض منها هو تحفيز وتنشيط هذه الصناعات. نعم، اتضحت الفكرة. الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.